بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بناتي طلاب الكلية، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. إن شاء الله النهاردة معانا محاضرة محاضرات جزء الكروماتوغرافي، هناخد فيها النهاردة نتكلم عن جزء الجاز كروماتوغرافي. جاز كروماتوغرافي قلنا اللي عمله العالمين مارتن وجيمس. الجاز كروماتوغرافي زي ما قلنا، احنا الموبايل فيز بتاعي بيبقى جاز، السامبل بتاعتي بيبقى الشرط بتاعها انها تكون فولاتايل زي ما قلنا قبل كده، اما فولاتايل السامبل ليها نيتف فولاتيليتي او بعمل لها دريفاتيزيشن عشان تتحول من نون فولاتايل الى فولاتايل كومباوندز. الجهاز كروماتوغرافي، الجهاز بتاعي بيتكون من 6 بارتس، 6 اجزاء. الكارير جاز الاول اللي هو بيحمل السامبل بتاعتي، بطبقه ببريشر عالي وبطبقه برضو بنسبة فلوريت مظبوطة، اظبط الفلوريت بتاعتي. فكده السامبل انجكشن سيستم، السيباريشن كولم بتاعي، الديتكتر، الشامبر او المكان اللي بيتحط فيه الكولم بتاعي دي بتبقى ليها تمبريشر. بعد كده الريكوردر. دي رسمة الجهاز قدامي، الجهاز سبلاي، الفلو كنترولر، الانجكتور، بعد كده الديتكتر، الكولم اوفن، بعد كده الريكوردر بتاعي. طيب السامبل بتاعتي هتتحرك، ايه الشروط بتاعتها او الظروف اللي تتحرك فيها، الميجريشن ريت بتاعتها، انه الجهاز بتاعي الضغط اللي داخل بيه الجهاز بتاعي يحكمها، التفاعل مع الاستيشن فيز بتاعي الموجود في الكولم، التبريشر بتاعتي برضه فاكتور مهم جدا، الفلوريت بتاعت الكارير جاز بتاعي بيتحرك، الفلوريت بيتحرك بيها الكارير جاز بتاعي. الجاز سبلاي اول حاجه معايا، الكارير جاز بتاعي دي شروط، ايه الشروط بتاعتي؟ ان يكون انرت دراي فري فروم اوكسجين. ليه فري فروم اوكسجين؟ عشان الاكسجين لو موجود هيكسر لي الماده بتاعتي، هيعمل اوكسيديشن، اكسد الماده بتاعتي. امثله من الكارير جازز دي المستخدم معايا اما هيليوم او ارجون او نيتروجين او هيدروجين، اي واحد من الجازز دي كان ممكن يستخدم معايا ككارير جاز. لازم الشرط بتاعي يكون هايلي بيور، لازم يكون نقي. ليه بيور؟ البيورتي بتاعتي تكون عاليه، لانه لو في امبيوريتيز الامبيوريتيز دي هتكسر لي، هتبوظ الكولوم بتاعي، هتعمل ديتيريوريشن اوف ذا كولوم، ده هيأثر لي على الديتكتر بتاعي، هتبوظ الكولوم وهتأثر على الريسبونس بتاع الديتكتر بتاعي. زي ما انا بحكم الجاز سبلاي بتاعي اللي هو البريشر بتاع الجاز والفلو ريت اللي بيتحرك بيها. السامبل بتاعتي احنا قلنا النشاط بتاعها، التاني حاجة السامبل او اوبريشن اوف ذا سامبل. السامبل بتاعتي لازم تكون فولاتايل، لازم تكون فولاتايل. لو نون فولاتايل، لو نون فولاتايل السامبل بتاعتي نون فولاتايل، يبقى لازم احولها الى فولاتايل. احولها ازاي؟ ان اعملها دريفاتيزيشن. دريفاتيزيشن الدريفاتيزيشن ريجنس المستخدم اللي هو سيريليشن، بعملها سيريليشن باستخدام التراي ميثايل سيلاير جروب. هتفاعل تراي ميثايل سيلاير جروب دي مع الاكتيف هيدروجين الموجود في الانالايت بتاعي، زي الكربوكسيليك اسيد، البروتو بتاع الاسيد، زي الامين ان اتش 2، الامين ان اتش دبل بوند، او الالكول، او الفينول، او الثيوز. يبقى التلات جروب تتفاعل مع الاكتيف هيدروجين جروب موجود، الاكتيف هيدروجين موجود على المركبات دي. طيب لو عندي ميتال الومنيوم بريليوم اند كروميوم، دول نون فولاتايل، عايز احولهم فولاتايل، ممكن برضه اعملهم دريفاتيزيشن برضه عشان اعملهم اناليسيس بالجي سي، اني احولهم لستيبل فولاتايل ميتال كليتس باستخدام اما تراي فلورو اسيتيل اسيتون او هيكسا فلورو اسيتيل اسيتون، برضه اما تراي فلورو اسيتيل اسيتون او هيكسا فلورو اسيتيل اسيتون، ده بيحول الاورجانيك ميتالز يحولهم لفولاتايل عن طريق تكوين ستيبل كليتس.
التيبل ده بيعبر لي عن أمثلة من اللي هو الدريفاتيزن ريجنتس، بيستخدم كل دريفاتيزن ريجنت بيستخدم فانكشن جروبس معينة. الكولم بتاع الجسيم، إما الكولم بتاعي يبقى ستريت مفروض أو كويلد يعني ملفوف زي لفة السلك بتاعة الكهرباء أو سلك التليفون. وطبعا عشان الكولم بتاع الجي سي كبير طويل يوصل ممكن يوصل الطول بتاعه لحد 100 متر، فأحسن حاجة أحسن حل إن هو يكون كويل ملفوف. برضه يكون ملفوف عشان أقدر أدخل جوه الفرن بتاعتي. الفرن بتاعتي مش هيبقى مفروض، أنا مش هجيب فرن كبير عريض عشان أقدر أحط فيه الكولم المفروض، لا بيبقى ملفوف يبقى تاخد سمول بارت من الأوفن بتاعتي بحطه جوه الاوفن بتاعتي عشان اظبط عليه التمبرشر بتاعتي اللي هو يعمل لي فولاتيليزيشن للماده بتاعتي عند الحقن بتاع الماده. انواع الكولم في الجي سي، اما باكت كولم ده نوع رخيص وقديم، وفي كابيلاري كولم. باكت كولم ده مصنوع من الجلاس او من الستانلس ستيل او من النحاس او من الالومنيوم، بيتملي بالستيشنري فيز بتاعي اما جلاس سبيتس او فلورو كاربون بوليمرز، اما بوليمر الستيشنري فيز بتاعي اما يكون بوليمر او جلاس سبيتس مصنوع من الجلاس او مصنوع من الفلورو كاربون بوليمر. ده نوع رخيص وقديم. من الحديث والجديد والاغلى والاحسن اللي هو مصنوع من هاي بيوريتي فيوز سيليكا تيوبين، مصنوع من السيليكا. الشركة دي عاملين بيها لاين على الول بتاع الجي سي كولم، فعبارة عن كابيلر تيوب ملفوفة كبيرة برضو من سيفرال انشز لأمتار أو فيتس قدام. الكابيلر تيوب دي بتبقى السيليكا بتاعتي محطوط بيها لاينين على الول بتاعت السيليكا على الكابيلر، يعني متبطن بيها الطبقة بتاعت الكابيلر، فده أحسن وأغلى. الجي سي ديتكتورز، الديتكتور بتاع الجي سي في حاجات خاصة بالجي سي وحاجات عامة تنفع تشتغل مع الجي سي زي اليو في والفلورسنس وزي الليكويد ماس. الماس ديتكتور ينفع برضه مع الجي سي، يعني الجي سي دي حاجات ليه حاجات أربع أو خمس ديتكتورز خاصين بيه هو، وفي حاجات خاصة عامة تنفع معاه يعني تستخدم في الاتش بي ال سي ينفع تستخدم مع الجي سي ديتكتور زي الماس ماس وزي الفلورسنس وزي اليو في. طيب اول واحد اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور او التي سي دي. طيب انا عندي الكالوري جاز داخل لثيرمال كوندكتيفيتي بوصل التيار الكهربي التيار الحراري، دخوله على السامبل، وجود السامبل في الديتكتور بيقلل درجة الحرارة بتاعت الكارير جاز بتاعي، يعني الكارير جاز داخل على الديتكتور واخد السامبل معاه بدرجة حرارة معينة للكارير جاز موصل التيار الحراري موصل الحرارة. أول ما نخش على الديتكتور السامبل بتاعتي متوصلش التيار الحراري متوصلش الحرارة، فالديتكتور بيحس الديكريس في الحرارة بتاعت الكارير جاز مع اختلاطه مع السامبل. اول حاجه بمشي الكارير جاز بتاعي على الديتكتور بيحس الحراره بتاعته الاول بيسجلها، بعد كده بحقن السامبل بتاعتي. السامبل بتاعتي نون ثيرمال كوندكتيف ما بتوصلش الحراره. اول ما تخش على الكارير جاز يخش ياخد السامبل معاه ويمشي بيها الحراره بتاعت الديتكتور بتاعت الكارير جاز هتقل، فالديتكتور عندي الحراره قبل السامبل والحراره بعد السامبل، فالفرق في الحراره ده بيسجله لي الديتكتور بتاعي. تاني الكارير جاز بتاعي بيوصل الحرارة موصل الحرارة بحقنه، يعني بمرر الكارير جاز الأول على الديتكتر هيمر على الديتكتر هيشعر بالحرارة بتاعة الكارير جاز، بعد كده بحقن السامبل بتاعتي اللي متوصلش الحرارة. الكارير جاز هياخد السامبل ويمشي بيها خش على الديتكتر، المادة متوصلش الحرارة مع الكارير جاز موصل الحرارة هتقلل الحرارة بتاعته. أول ما خش على الديتكتر يقيس الفرق بين السامبل الكارير جاز قبل السامبل وبعد السامبل. طيب
تاني نوع الالكترون كابشر ديتكتور. الكلى الجهاز برضو موصل التيار الكهربي. طيب بمرر الكلى الجهاز بتاعي على الديتكتور هيقيس الكرنت بتاعه. بعد كده هحقن السامبل. السامبل بيحصلها ايونيزيشن في الحرارة بتاعتي، فبتاخد الكترونات من الكلى الجهاز، فبتقلل الالكترون دنسيتي بتاعت الكلى الجهاز، فبالتالي الجهاز بيقيس الديفرنس في التيار الكهربي بتاع الكلى الجهاز before and after injection of the sample على نفس المنوال بتاع المثال الأولاني. تالت مثال الفليم ايونيزيشن ديتكتور. أنا السامبل بتاعتي بيبقى أخدنا احنا في الترم الأول الأتوميك أبسوربشن والفليم أبسوربشن سبكتروسكوب على طول المثال. فأنا عندي السامبل بتاعتي بيتأين في الفليم، بيتكسر بيديني أيونز، بيديني أيونز، تديني ايونز. السامبل بتاعتي بتتأين تديني ايونز، الديتكتور بتاعي بيقيس لي الايونز بتاعتي بتاعت السامبل بتاعت نتيجة الايونيزيشن في الفيلم. فيلم ايونيزيشن ديتكتور مرة تانية ان هو انا عندي السامبل في فيلم، بيبقى فيه فيلم في الديتكتور، فالسامبل بيحصل لها ايونيزيشن، فالايونيزيشن بتاع السامبل بتاعتي بيخليها يزود السيجنال بتاعتي، فبيزود السيجنال بتاعت الديتكتور عندي في القياس بتاعتها. الديتكتور بيخش الفلو الكارير جاز بيخش لوحده على الديتكتور، فبيقيس له سيجنال. بعد كده بيدخل السامبل بتاعتي في الديتكتور، يحصل لها ايونيزيشن في الفيلم بتاع الديتكتور، بيعمل لها ايونيزيشن. الايونيزيشن بيزود السيجنال بتاعت الديتكتور عندي، فبيقيس زياده في السيجنال بتاعتي. بعد كده نيتروجين فوسفورس ديتكتور، ده خاص بمركبات اللي فيها نيتروجين وفوسفور، ده بيقيس الزيادة في الكارنت بتاعي نتيجة الكومبشن بتاع المركبات النيتروجين والفوسفور الموجودة في المركبات، يبقى بيقيس الزيادة في الكارنت نتيجة المركبات اللي فيها فوسفور ونيتروجين. في بعد كده خمسة فليم فوتومتري ديتكتور، ده بيقيس المركبات اللي فيها سلفر وفوسفورس برضه، يبقى نيتروجين فوسفورس بيقيس الفوسفور والنيتروجين. فليم فوتومتريك بيقيس السلفر الكبريت والفوسفور. الابلكيشن بتاعه الجي سي يستخدم في ايه؟ فود اناليسيس ودراج اناليسيس. في الفود اناليسيس بس بقيس فيها الليبيد والبروتينز والكربوهيدرات والفليفرز والبريزرفاتيفز والكارنز والفيتامينز والاسترويدز والبيستسايد ريزيديو الموجوده في الفود، يعني ممكن نتيجة المجريات الحشرية بتاعت الترش في الأرض قبل الترش في الأرض عشان النباتات تكبر والفاكهة والخضار والكلام ده. فاحنا بناخد نقيس البستسايد الموجودة، نسبة البستسايد المترسبة الموجودة عندي في النباتات ممكن أقدر أقيسها. دراج أناليسيس إن أنا أعمل ايدنتيفيكيشن للأكتيف كومبونس الموجودة في الدراجز أو إمبيرزيس موجودة برضه. environmental analysis برضو contaminants زي مادة هو دايكلورو دايفينيل ترايكلورو إيثين، دي مادة توكسي فأنا بقيسها في الطبيعة، أو البوليكلورينيتد بايفونايل دي بتكون موجودة في الطبيعة في concentrations قليلة، فأنا ممكن أعملها بالديتكتور أقيسها بالجي سي. في forensic analysis برضو ممكن أستخدمها اللي هو الجي سي في الفورنسينج اناليسيس. الابلكيشن بتاعت الجي سي زي ما خدنا في التي ال سي قبل كده، سيبريشن اوف ميكشر اوف كومبوننتس، اكتر من كومبوننت ما اقدر اتعرف عليهم افصلهم، ايدنتيفيكيشن اوف كومبوننتس بمعايير الستاندرد والانون، الانون باقي الستاندرد واحد الانون، لو طلع الانون والستاندرد مع بعض يبقى كده في نفس البيك، يعني زي بعض واحد بيختلف الكونسنتريشن زي في اللون الاحمر والاحمر عندي، الانون عندي حقنته لوحده اداني ريتنشن تايم مختلف معين، يبقى كده عملت كو سبوت كو سامبل من الاثنتيك بتاعه والانون طلعوا عندي نفس البيك مع بعض، فده معناه ان هو الانون
نفس الستاندرد، يبقى هو نفس الستاندرد. كل ما عندهم احسب بيها الريتنشن تايم، برضه احسب الريتنشن تايم بتاع المادة بتاعتي واقارنها بالنون او بالستاندرد. ده كواليتيتيف اناليسيس اللي اتكلمنا عنه. بعد كده الكوانتيتيف اناليسيس، استخدام الجي سي في الكوانتيتيشن بتاع المركبات. اما انا هستخدم حاجة اسمها external standard method، ودي هتطبق معايا مع كل التكنيكس في الكروماتوغرافي. external standard ان انا بجيب الانون بتاعي عايز اعرف الكونسنتريشن بتاعه، واسجل له السيجنال بتاعه، احسب له السيجنال بتاعه، احسب الكونسنتريشن، احسب السيجنال بتاعه، عايز احسب الكونسنتريشن بتاع الانون بتاعي. فبجيب السيجنال، بجيب الانون بتاعي واحقنه على الجهاز واشوف الريتنشن تايم بتاعه قد ايه، كده التركيز بتاعه مقبول بالنسبه لي. واخد سيريال كونسنتريشنز من الستاندرد بتاع الماده بتاعتي دي. انا عندي انون كونسنتريشن دي ستاندرد اسبرين انون مثلا، تركيز معروف مقبول من الاسبرين، ومعايا الاسبرين ستاندرد بتاعي، يعني عندي تركيز انون الاسبرين عايز اقيسه، عندي الستاندرد بتاعي. فبعمل سيريال ديليوشنز او سيريال كونسنتريشنز من الستاندرد بتاعي واقيسهم على الجهاز، هيديني ديفرنت بيكس حسب الكونسنتريشن بتاعها. اقارن البيك بتاعت الانون بتاعتي مع البيك بتاعت الستاندرد بتاعي، اشوف هتتبع في الحجم وفي السايز وفي تبع اني واحد في الكونسنتريشن اللي حقنتهم. مثلا هنا في السلايد بتاعتي الانون هنا عندي شبيه بالانون رقم 4، شبيه بالستاندرد 4 اللي هو 25 نانو جرام بير ملي. يبقى كده التركيز بتاعي بتاع الانون بتاعي يبقى 25 نانو جرام بير ملي. ده الاكسترنال ستاندرد. الانترنال ستاندرد ميثود ده بستخدمه في البيولوجيكال فلويدز، في السوائل الحيويه. ازاي؟ يعني انا باخد، انا اديت دراج للهيومن وخدت البلازما بتاعته، عايز احسب الكونسنتريشن بتاع الدراج في البلازما. طبعا عارف الدوز اللي اديتها للانسان، بس مش عارف الكونسنتريشن في البلازما هيكون شكله ازاي، فانا عايز احسب التركيز بتاعي في البلازما. فبعمل ايه؟ بستخدم حاجه اسمها انترنال ستاندرد. انترنال ستاندرد يعني ماده شبيهه لها شروط شبيهه بالمركب بتاعي من عيلته، يعني ماده شبيهه بالمركب بتاعي عشان تبقى زيه في الشغل بتاعها. طيب شبيهه بالمركب بتاعي، انا باخد منها نون كونسنتريشن من الانترنال ستاندرد بتاعي، باخد البلازما بتاعتي اللي فيها النون كونسنتريشن من الدراج، هبدا اعملها اناليسيس، هاخد 1 مللي مثلا بلازما من المريض في الدراج بتاعي عايز اعرف الكونسنتريشن بتاعه، واروح اضيف عليهم نون كونسنتريشن من الانترنال ستاندرد ده، مثلا اسبرين هاخد معاه مثلا الباراستامول مثلا الانترنال ستاندرد على حد الاسبرين، ناخد انترنال ستاندرد بتاعي الباراستامول بحطه في الفايل مع البلازما بتاعت اللي فيها الاسبرين مجهول التركيز، واحقن على الجهاز، هيديني بيك او سيجنال للاسبرين وسيجنال للباراستامول. الباراستامول انا حقنه وعارف تركيزه قد ايه، 1 مايكرو جرام مثلا. ومن خلال معادله الريجريشن ايكويشن بتاعتي على الخط المستقيم اقدر احسب من خلال التركيز المعلوم بتاع الباراستامول، اقدر احسب التركيز المجهول بتاع الاسبرين. وده اللي اسمها انترنال ستاندرد ميثود. تاني تكنيك اللي هو معانا الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. زي ما قلنا احنا هاي بيرفورمانس، هاي بروبلم، هاي برايس. دي الابريشن بتاع كلمة بيرفورمانس او ال HPLC، هاي بروبلم، هاي بيرفورمانس، هاي برايس، هاي بريشر. برضه ممكن اقول عليه هاي بريشر. الحاجة الرابعة اللي هو بريشر، ضغط عالي، مشاكل كتيرة، مشاكل سعر عالي، أداء عالي. الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي ده هو أكتر تكنيك شائع استخدامه أكثر الأيام، حساس جدا، حساس جدا، يستخدم في الديترميشن بتاع السامبل، أكيوريت ديترميشن، كوانتيتيف للسامبل، يستخدم في السيبريشن بتاع النون فولاتايل. النون فولاتايل بدل ما أحولها فولاتايل
واحقنها على الجي سي، لان ممكن ده استخدمه في السيبريشن بتاع المركبات النبطيه، لان احقنها على الجهاز بتاعي ودي ابدا افصله حسب اتعرف عليه حسب الديتكتور اللي انا هستخدمه، يو في ولا فلورسنس ولا ماس ماس ولا كيميليمينيسنس ولا اي نوع ديتكتور، ولا الكتروكيميكال ديتكتور برضه ممكن استخدمه. مكونات الجهاز في الاتش بي ال سي موبايل فيس يوزر فوار، الازازه اللي بتحط فيها الموبايل فيس بتاعي، البامب بتاعتي، السامبل الانجكشن فالف بتاع السامبل بحقن فيه السامبل، الكولم بتاعي، الديتكتور، الريت كوردر، ودي الرسمه بتاعت اتش بي ال سي ابريتس. اول حاجه اللي على الشمال هي الموبايل فيس ريزولفر، انا عندي تو ازستين، واحده فيها موبايل فيس اي والتانية فيها موبايل فيس بي، بختار منهم الريشوز بتاعتهم، بظبطها مانوال كده على الجهاز عندي، بعد كده احقن على البامب بتاعتي، امررهم على البامب، اعمل فلوريت، الفلوريت بظبط الفلوريت بتاعتي ومشيهم على البامب، بعد كده بحقن السامبل بتاعتي، الموبايل فيس بياخد السامبل ويبدا يفسدها على الكولم، بعد كده تخش على الديتكتور والريكوردر يطلع السامبل بتاعتي تطلع في الويست. الموبايل فيس ريزرفوار يبقى في عندي ازازه مثلا تبقى ساعتها بتاعتها لتر من 200 مني لحد 1 لتر، ممكن متوصله بديجازر، ديجازر عشان يشيل الجازس الموجود في الموبايل فيس، لان الموبايل فيس فيه جازس هتعمل كراك للكولم بتاعي هديني باد سيبريشن، يبقى في مشكله عندي في الكولم بتاعي. وبرده بيبقى متوصله برده بفلتر السامبل، الموبايل فيس بتاعي بفلتره قبل الشغل بيه عشان اضمن انه ما فيهوش حاجات رواسب ممكن تقفل الكولم وتبوظ الكولم بتاعي. في بعد كده البامب اللي هي المضخة اللي بتضغط لي بهاي بريشر وفليو ريت معينة زي ما قلنا في الجي سي. البامب دي ليها ريكويرمنتس، أول حاجة تديني ضغط عالي لحد 6000 بار، 6000 اي بي اس انش بير سكند على انش سكوير، بعد كده بالس فري اوت بوت، بالس اللي هو البريشر بتاعها بيبقى مش نظام مش بالسيشن، لا بيبقى كونتينوس اوت بوت بتاعي، يعني مش متقطع الموبايل فيس بتاعي، البريشر بتاعه مش متقطع، بيبقى كونستنت ثابت مش متقطع زي اللي هو اللي خدناه في الالكتريك، في الالكتريك مش سمعت دكتور احمد في الترم الاول. الفلوريت بدي فلوريت عالية برضو من 1/10 لحد 10 مللي بير مينيت، طبعا احنا في الاناليتيكال بنستخدم اقصى حاجة مثلا ممكن 2 مللي بير مينيت فلوريت، لكن زي ما احنا في قسم عقدي بيستخدموا السيمي بيباليتي في اتش بي سي بيستخدموا ممكن ياخدوا فلوريت عالية ممكن 3 4 5 مللي بير مينيت. برضو مصنوع من كيروجن ريزيستنت، ما ينفعش حاجات ما يصديش، لو صدى الحاجات الغالية دي ما ينفعش تصدي، يعني لو صدى كده هتترمي. الكولم في الاتش بي دي سي الكولم من 10 ل 30 متر، 10 30 سنتي في الطول بتاعه، اقصى حاجه 30 سنتي، والديمتر بتاعها الانترنال ديمتر بتاع الكولم بيبقى من 4 ل 5 ملي متر، يعني 5 ملي او 4 ملي. بعد كده الباكنج ماتيريال السيليكا اللي بحطها في الكولم تبقى نون بورس بوليمر بيتس، الديمتر بتاعها بيبقى من 10 من 30 ل 40 مايكرو متر، ده نون بورس ده اول نوع للسيليكا. بعد كده في بقى بورس سيليكا عندي هو الاكثر استخداما اللي هو بيبقى من 3 ل 10 مايكرو متر، اقصى حاجه بتبقى 5 مايكرو متر للسيليكا بتاعت الديمتر بتاعها، وهي دي الاحسن وافيشنت في السيبريشن بتاع المركبات بتاعتها. من 10 ل 30 ل 40 مايكرو متر ده ممكن تبقى تستخدم في البريباراتيف او السيمي بريباراتيف اتش بي ال سي اللي استخدموه زمان في قسم العقاقير والكيمياء الطبيه. ده شكل الكولم بتاعي. الديتكتور بتاعي اتش بي ال سي ديتكتور، انا دلوقتي عايز اظبط الماده بتاعتي، عايز اتعرف على الماده بتاعتي، فالديتكتور ده هو في الاخر بيقيس لي كوانتيتيشن للماده بتاعتي،
طيب ايه الكاركترستكس بتاعت الايديال اتش بي اي دي 6 ديتكتور؟ الحساسيه بتاعته، كل ما يكون الحساسيه بتاعته عاليه كل ما اقدر اقيس تركيزات صغيره جدا من الماده بتاعتي. ستيبل، احنا السامبل مره تديني قرايه ومره تانيه، احيانا مره تانيه نفس السامبل تديني قرايه تانيه مختلفه خالص. ده ممكن يكون سببها حاجتين برضه، ممكن سببها الهاندلنج بتاعي الشغل بتاعي، او ممكن يبقى سببها الديتكتور بتاعي. بيحسلي السامبل بتاعتي التركيزات مختلفه من صغير خالص لحد تركيزات عاليه. ما حقنش السامبل بعد دقيقتين، احيانا السامبل بعد كده بعد 5 ساعات ولا 6 ساعات، كل ما كان الوقت بتاعي احسن صغير كل ما كان احسن. ده برضه يعتمد على حاجتين، الفيرتس بتاعي السيستم اللي هستخدمه في الفصل، ممكن اعتمد على الديتكتور بتاعي اللي مش يعني في الديتكتور والفلو ريت والديتكتور بتاعي. في مشكله في حاجه الثلاثه دول ممكن تاثر على السبريشن بتاع المحتوى بتاعي، ما بتاثرش بتغير السولفنت قوي برضه او الفلو ريت او التمبرشن. يفصل الباندز كويس عن بعض، دي حاجة كويسة برضه. سهل الاستخدام، ما بيكسرليش السامبل بتاعتي. في عندي انواع ال HPLC detectors، في عندي اكتر من نوعين. في حاجة اسمها bulk property detector بيعتمد على الوظيفة، ده general detectors، وفي solute property detector حاجة خاصة بالسلوت بتاعي. البالك بروبرتي ديتكتور مثال ليها الريفراكتيف اندكس ديتكتور، ده الاليبتيك كونستانت ديتكتور او الدينستي كونستانت، ده بيعتمد على الدينستي او على الدايركتيف كونستانت بتاع الماده او على الريفراكتيف اندكس، الريفراكتيف اندكس بتاع الماده بتاعتي. ميزتها ليها ميزه وعيوب. الميزه بتاعتها ان هي جنرال يونيفرسال شائعه الاستخدام. العيب بتاعها بور سنسيتيفيتي، ما اقدرش استخدمها في حاجات عايزه حساسيه عاليه فيها، يعني الاناليسيس بتاع الدرس عايزه حساسيه عاليه في البلازما مثلا او في اليورين او في السي اس السي اس اف او في اي بيولوجيكال ماتريكس، ما ينفعش تستخدم فيها اليونيفرسال انديكيت ديتكتور تول. ما استخدم ايه؟ استخدم السيليوت بروبرتي ديتكتور، ده بيعتمد على خاصيه في السامبل بتاعها، خاصيه في السامبل بتاعها physical او chemical property للسامبل بتاعتي زي UV absorption fluorescence or diffusion current، تبقى حساسة عالية، حساسية بتاعتها عالية ولها استخدامات كتيرة. طيب ايه عيبها؟ ان هي more selective، يعني خاصة بحاجات معينة. اذا اعمل اكتر مركب وكده محتاج اكتر من ديتكتور عشان اقدر اتعرف عليها. هنا التيبل ده بيمثل لي انواع الديتكتورز والسنسيفيتي بتاعتها مقارنه ببعضها. ريفراكتيف اندكس بيقيس لحد 100 نانو جرام، يعني 1 مايكرو. كوندكتومتريك لحد 100 مايكرو، لحد 1 من 10 مايكرو. ديفيزبل ابسوربشن بيقيس لحد 10 نانو. الماس سبكتروسكوبي او الماس سبكتروميتري ده بيقيس لحد 1 من 1000 نانو، يعني 1 بيكو. الفلورسنس لحد 1 من 100 نانو، يعني 10 بيكو. فاحسن اكتر طريقه اكتر انديكيتور سنسيتيف اكتر ديتكتور اللي هو سيلكتيف اكتر اللي هو الماس سبكتروميتري، ده اكتر طريقه حساسه، اكتر ديتكتور حساس. اول واحد سبكتروميتري، الماس سبكتروميتري تحته الفلورسنس تحته اليو في تحته الكوندكتومتري، اخر واحد الريفراكتيف اندكس. فالماس سبكتروميتري اعلى واحد في السنسيفيتي واعلى واحد في السعر. ال HPLC ماس ده بيوصل تمنه 3-4 مليون جنيه. امتى استخدم الكروماتوجرافي بروسيجر؟ يعني اختار التكنيك بتاع الكروماتوجرافي على اي اساس؟ اقول ده ينفع مع ايه التكنيك اللي ينفع مع اين اكسشينج ولا بارتيشن ولا
اكسسايز اكسكلوجن ولا ريفيرزيت ونورمال فيز حسب السامبل بتاعتي. السامبل اما تكون بتاعتي ووتر سولبل او ووتر انسولبل. طب ووتر سولبل اكيد ايونيك او نون ايونيك. لو نون بولر ممكن تبقى نون ايونيك برضه. فالاستيم سايز بتاعتي اما سايز من 10 جيل برميشن او جيل فلتريشن. لو المادة عندي نون بولر تبقى جيل برميشن، لو المادة عندي بولر تبقى جيل فلتريشن. السايز بتاع السامبل بتاعتي تبقى 10 اس 4 يعني نوكر ميت العالي. طيب السامبل بتاعتي بولر ايونيك يبقى ايونيك اكسشينج كروماتوجرافي. السامبل نون بولر او بولر ممكن تبقى ابسوربشن كروماتوجرافي. الميكانيزم بتاع الابسوربشن كروماتوجرافي بيستخدم اما ريفرزد فيس او نورمال فيس. تمام ده هو التكنيك بتاعتي ازاي بقسم التكنيك بتاعت الماده اللي هستخدمها في الفصل بتاعت المواد بتاعتي. طيب نوكاز هنا قبل كده في سايز اكسكلوجن المركبات اللي النوكر ويت اعلى من 10000 لازم نفضل فيها سايز اكسكلوجن. في اللور نوكر ويت ايونيك سبيشن ايونيك سبيشنز اللي هي المركبات الايونيه ايونيك سبيشن كروماتوجرافي. سمولر بولر نون ايونيك سبيشنز ار بيست هاندل باي بارتيشن ميثود اللي هو بستخدم فيها نورمال فيز او ريفرزد فيز او ادسوربشن. طب الاليوشن عندي فاكرين الاليوانت اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت. الاليوانت موبايل فيز بتاعي اما موبايل فيز زي ما قلنا احنا بيبقى سولفنت واحد او اكتر من ميكشر من اكتر من سولفنت ليهم بولاريتي مختلفه وده احسن عشان اقدر افصل المركبات عن بعضها. يكون عندي موكس كومبلكس من اكتر من ميكشر من اكتر من ماده فاستخدم معاهم ميكشر من موبايل فيزز مختلفه احسن عشان اقدر افصل المركبات عن بعضها. ودي بتتم طريقه بروجرامنج على البامب بتاعتي. بقول مثلا موبايل فيز مثلا اسيد هيدرايل الووتر هذا اظبط الريشوز بتاعتهم على البامب بتاعتي وبكتبها على الداتا على البامب بتاعتي وابدا اشتغل بيها. اقول مثلا 70 30 70 اسيد هيدرايل و30 ووتر. بعد شويه اغير لقيته فصل لمركبات 70 30 فصل لمركبات. بعد كده اغير 60 40 لقيته بيفصل لمركبات ثانيه 50 50 بيفصل لمركبات ثالثه وهكذا. زي ما قلنا احنا في كوانتيتيف اناليسيس برضه استخدام اكسترنال ميثود وانترنال ميثود زي ما اتكلمنا عنهم في